هذا السيد الوزير المنتوج كان يجينا من الخارج وقمنا احنا بالانتاج تاريخ الانتاج من سنه 91. شو قبل المنتوج انا تكلمني على الانفراستركتور. الانفراستركتور هذه اللي توجدوها لو بلو تو بوسيبل. صحيح. المنتوج من بعد نتكلموا على بالي بلي راكم درتوا مجهودات كانت مغلوقه. كانت حابسه ونا الله يعطيكم الصحه يعني هذا هو لو ديفي. مي لو ديفي الكبير لازم توجد الانفراستركتور باش الليزين الجديده تبدا الانتاج. وفي طلب كبير. راهم نستودوهم من الخارج احنا ماذا بينا نخدموهم لهنايا ونصدروا كاين تي موديل بور لي زي ام سي زي ام سي داكور سو سكون فابيك سي بور لي زي ام سي وي دونك انا سي البرتيكيزاتور كاين تاي 1 كاين تاي 2 اي كاين تاي 3 دونك اون ا في لو لا تاي 1 و لا تاي 2 وكاين لو موتيلو هذا سي لو موتيلو. Donc ce sont des produits HDD, en plus de, des produits FTA IMC, de quoi nous avons fait un... Masha'Allah, c'est l'élévateur, c'est le verticalisateur, il était importé à 700 euros la pièce. Dans le cas, c'est mutualisé avec l'unité de TIGZET, parce que les TIGZET sont spécialisés pour le fauteuil roulant. دونك يزون ميتواليزي لي موان تاعهم بور لو فابري راكين منتوج جزائري هنايا باش نريدوا هالتصدير هذا ديال الوزير وحنا بدينا فيه استيراد استيراد اخيرا بدينا فيه اخيرا والاكثريه نتاع تاع البرودوي دوكا بعثنا بور ليبوكسي راه اومولوجي اومولوجي هذا لازم ديروا له الترويج لازم ديروا الترويج باش اللي يستعملوا هاد الالات يعرفوا بلي راه كاين منتوج هنا في الجزائر. وبدينا سياده الوزير بار ايتاب ريانتيغراسيون وصلنا الان الى مرحله وين المنتوج تاعنا راه 100% جزائري يعني ما شاء الله يعني ورانا نصدروا فيه على مستوى 48 ولايه.